في يوم في شهر اغسطس وانت الواحد صغير جدا عمال يتعلم، هل ممكن في يوم من الايام الواحد يوصل الى خبره الهرم ويدير الاستكشاف في مصر؟ ففعلا انا فاكر اليوم دوت ووصلت الى هذا المستوى بالعلم وبالعمل. بدات انا في عصر كانت التكنولوجيا متاخره جدا، كانت انالوج، وكنا بنستخدم الفيلد ريكوردز، بنعمل الانمو اللي هو الدايناميك كوركشن والستاتيك كوركشن بايدينا، وكنا بنرسم السكشنز اللي النهارده الواحد بيشوفها، وكنا بنشتغل 2D و فيري لو فولدج. تطورت كمبيوتر اتعمل، تحولنا الى ديجيتال، وعملنا النهارده بنشوف مكعب في كل المعلومات موجوده في هذا المكعب، ونقدر نفسر كل حاجه. زمان كنا بنلاقي حقول، دلوقتي المفروض نلاقي حقول، بس زي ما الاستاذ احمد عبد الحليم قال اصعب كتير قوي. التكنولوجيا تقدمت ودور الانسان تصور ان هو قل عن مكانه، وفي الواقع لا.